السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ الصحة والتوفيق. إزاي تعملوا القشطة في البيت؟ هنجيب كيلو لبن كامل الدسم وحلة نظيفة وصفاية عشان نصفي اللبن، عشان احنا مش ضامنين برا ممكن يكونوا هما بيحلبوه وقع في حاجة. أول حاجة هنصفي اللبن، بسم الله. بعد ما صفينا اللبن هنحطه على نار متوسطة لغاية ما يغلي ويظهر وش اللبن. وأول ما وش اللبن يا جماعة يبتدي يظهر هتلاحظوا إنه فيه زي تجاعيد كده في اللبن وهو بيغلي. هنهد النار خالص عشان ما نخسرش وش اللبن كله. وأول يا جماعة ما اللبن يعمل تجاعيد كده أو كرمشة كده، القشطة بقت جاهزة معانا. نطفي النار بسرعة قبل ما اللبن يفور، وانت بتشيلي من على النار ما تهزهوش أبدا، وتسيبيه في مكان لغاية ما يبرد خالص. وبعد ما يبرد خالص شيليه بالراحة وحطيه في التلاجة، وتاني يوم هتلاقي وش اللبن اللي هي القشطة اللي بتشتريها من برا مليانة مواد حافظة وغالية على الفاضي، أما دي موفرة وصحية. هبية اللبن دلوقتي في التلاجة وأوريهولكم لما يتكون قشطة. أهو يا جماعة بعد ما بيتنا القشطة في التلاجة مسكت، هطلعها في الطبق واوريها لكم. لازم تطلعها بايدك، لو طلعتها بمعلقه هتتكسر. هتطلعها كده تطبقها على بعضيها، ولو حطيتها تاني في التلاجة هتبقى ماسكه عن كده. هنصفي شويه اللبن دول. ادي القشطه يا جماعه، هوريكم بناكلها ازاي. دي مربى يا جماعه عملناها قبل كده، اللي عايز يعملها هسيب لكم طريقتها في الرابط تحت الفيديو. معموله بكوبايه سكر واحده بس، انا زودت نص كوبايه عشان احنا بناكلها بالقشطه، تتاكل مع القشطه. بسم الله. معلقه تكون ناشفه عشان المربى تعيش. ناكلها مع مربى مش كده وبس، كمان القشطه دي هتحوشيها وهتعملي منها السمنه البلدي ان شاء الله. اعملها لكم قريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.